يلا بينا بقى يا جماعة انبوكس بوكس مورينيو. يعني ايه مورينيو؟ هو في حاجة اسمها كده؟ شركة توبس عملت بوكس مخصوص لتاريخ مورينيو. يعني البوكس ده جواه كروت لمورينيو طبعا، وكروت ليها علاقة بمورينيو، لعيبة ليها علاقة بمورينيو. وادعوا لنا يا رب يطلع لنا كارت موقع كده محترم للعيب تقيل. خلينا نشوف بقى ونفهم ايه اللي جواها. دي من البوكسات النادرة جدا والغالية برضو. يلا بينا وبسم الله. طبعا هو بوكس فتح بحرص لان هو نادر جدا. طبعا بنام نادر معناه ان اللي جوه ما شاء الله 400 برضو هيكون نادر. شايفين المنظر؟ مش طبيعي طبعا. 30 كارت بس جوه، تخيلين 30 كارت بس لجوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بنفتح بنلاقي جوه باكات، وده احلى خبر شفته. باكات يا جماعه، عشان انا مبسوط جدا دلوقتي. ادي 1 2 6 باكات. في حاجه تانية جوه؟ لا، فاضيه العلبه. اكتر خبر اتبسطت منه ان هما 6 باكات. يعني بكل بساطة معانا 5 سعداء حظ، واحدة هتتفتح دلوقتي تمام، وخمسة على حظ الناس. خلاص كده انا مبسوط جدا. انا بحب جدا ما افتح بوكس الاقي جواه باكات، ما يبقاش باكة واحدة واخلص في فيديو واحد. لا، بحب ان انا افتح لحظ ناس تانية مختلفة والكلام ده كله. طيب 6 باكات، ناخد واحدة نفتح دلوقتي مع بعضينا عشان نشوف ايه الاخبار، بعدين الخمسة اللي بعديهم على حظ الناس. يلا بينا. كالعادة بقى هناخد أول واحد على الوش والباقيين على حظ الناس. معلش يا جماعة بس عشان الحرص. يرجعوا تاني جوه يستخبوا هنا. وهنشوف بقى. انتوا هتعلقوا وهننقي حد منكم نفتح على حظه أول باكة بعد كده إن شاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مكتوب عليها بلاتينم. واخدين بالكم؟ انا متحمس جدا. بسم الله. بحرص بحرص، بالراحة بالراحة. ايه بقى الموضوع ده؟ هرب يوت. ايه ده؟ انا شفت كات شكله يهبل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده؟ زانيولو من روما. الكارت ده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ظهره اهو من روما. ده كارت كده عادي. ها سبحان الله سبحان الله. باك يا نهار ابيض. شامبيونز ليج روبرتو كارلوس ما شاء الله. واو. سيرجيو راموس بي اس جي. الله عليك الله عليك. قال لك ايه؟ توب توب بلاير. واو. بعد كده معانا ابراهام من روما، تروفي وينر لما كسبوا بقى ايه الكاس. I know him as a player, a person, and in terms of mentality he is fantastic. وكاتب ان هو يعرفه كلاعب وكشخص، ومن ناحية العقل فهو شخص عظيم ما شاء الله. بس يا جماعة الألوان تجنن. مودريتش، الله عليك الله عليك. مودريتش represents what the football brain is. هو بيمثل ايه؟ مخ الكورة يعني، من الآخر كده ما شاء الله. حلو قوي طبعا، ممتاز. وبعدين ايه ده؟ داون حاطين دي في اخر الباكه عشان تحمي الكروت، صح ولا انا بهزي؟ هي واو اهي. عجبتني الفكره، عجبتني الفكره. عشان لما تحط كروت كده بصوا واخدين بالكم في الباكه، يبقى فيها حاجه حاميها. واخدين بالكم؟
واو، وطبعا مش كروت عادية. يبقى احنا هيطلع لنا كام كارت؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، خمس كروت يا جماعة أحلى من بعضيهم. تحفة ما شاء الله، تحفة ما شاء الله. خمسة عندنا، ستة يبقى 30 كارت بكل بساطة. تعالوا بقى نشوف مين سعداء الحظ، عشان مش قادر يا جماعة لو سمحتوا، عايز افتح بقية الباكات هموت مش قادر. فممكن بعد اذنكم لو سمحتوا تبتدي بقى تكتبوا تعليقاتكم وحاجاتكم عشان ننقي حد، وبسرعة بقى اكتبوا بقى واكتبوا واكتبوا، هننقي حد سعيد حظ ان شاء الله، نفتح على حظه ونشوف ايه الاخبار. خلاص كده يلا بينا. اتمنى يكون البوكس عجبكم، ويا ترى هنأنبوكس ايه الفيديو اللي جاي؟ معرفش، تعالوا نشوف. باي باي.